هناك أسماء عرضها الله على الملائكة من خلال آدم، وهذه الأسماء لها علاقة بالغيب، بغيب السماوات والأرض، وليست أسماء أشجار ونبات وكذا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني هؤلاء موجودون، من هؤلاء؟ هذا السر العميق تأملوه في القرآن. قرآن عربي، إنا جعلناه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، في نوع من التحدي. قالوا سبحانك، لا، يعني أولا أنت منزه عن العبث، سبحانك أنت أحكم الحاكمين، أنت أرحم الراحمين، ما نعرف هذه الأسماء يا رب، أنت علمنا. هنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائي، قام آدم أنبأهم بأسمائي. الآن أنا ما أقرأ التفسير عند الطبري ماذا يقول، وابن كثير ماذا يقول، وابن تيمية ماذا يقول، لا، أنا التفسير أخذه من أهل البيت، لأن القرآن نزل في بيوتهم وهم أعلم بالقرآن من غيرهم، والله أمرني أن أذهب إليهم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يتحدث، من هذه الأسماء؟ يقول وقف آدم يذكر الأسماء، أسماء أصحاب الكساء وأهل العباء وأهل البيت والمعصومين 14، فبدأ بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام صاحب العصر والزمان. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هنا الإمام الباقر يترك فسحة خاصة من الوقت والمكان لعقلك حتى تفكر. أول اسم علمه الله لآدم، أقول لكم، لأنه علم آدم الأسماء كلها، بعد ذلك يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن هذه الأسماء لها علاقة بغيب السماوات والأرض، مو أسماء الشجر والنبتة والطعام والماء. أحبائي انتبهوا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الأمانة عندك، أنك تحفظ قلبك يكون سليما. القلب السليم هو الذي يعرف أهل البيت ويحبهم ويخلص لهم ويطيعهم، وإلا لا يمكن أن يكون القلب سليما أبدا. وإن من شيعته لإبراهيم، القرآن يقول لك إبراهيم كان شيعي، من شيعة أمير المؤمنين، الآن التفسير من شيعة نوح، لكن التأويل القرآن له تفسير وتأويل، من شيعة أمير المؤمنين كلمة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ سليم، شوف المسألة كيف تأتي. فهنا الإمام أبو جعفر الباقر يترك لك فسحة تتأملها، وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم وعلم الملائكة، لكن أي اسم بدأ به أولا؟ فأنت صاحب معرفة ترجع، حتى ما حد يقول لك أنت مثلا تغالي أو تتجاوز الحدود. في حديث الكساء الملائكة سألوا الله عن أصحاب الكساء على لسان جبرائيل، صحيح؟ قال ومن يا رب تحت الكساء؟ فما الذي قال جبرائيل؟ ما الذي قال الله لجبرائيل؟ ها؟ قال هم فاطمة، أنا أنعى على الذين لا يعرفون حق فاطمة، لا أأسف لهم. الله تبارك وتعالى يبدأ هكذا، هذا حديث الكساء مروي عن أهل البيت سلام الله عليهم
المعصومون يذكرون حديث الكساء بدقة. الله يبدأ باسم فاطمة فيقول هم فاطمة وأبوها. هاي خصوصية للزهراء، هذا ما يعني أن الزهراء أفضل من النبي، تأملوا، هذه خصوصية حبيب. كما قال رسول الله وأنتم تقرؤون الحديث عن الإمام الحسين سلام الله عليه، قال للناس في يوم الجمعة، قال إن للحسين فضائل وخصائص ليست لأحد ولا حتى لي أنا. فلما سألوا قال نعم، إن له أما مثل فاطمة وليست أمي مثل فاطمة.